خليني اقول لكم ان خلايا الدم مش نوع واحد زي ما انتم فاكرين. بلازما الدم هي عباره عن ثلاث انواع. اول حاجه هي كرات الدم البيضاء، ودي مسؤوله ويمكن كلكم عارفين او تسمعوا ان هي مسؤوله عن محاربه العدوى، هو ده الجهاز المناعي بتاعك. تاني حاجه عندنا الصفائح الدمويه البليتلتس، ودي وظيفتها ان هي تساعد على تجلط الدم لما يحصل جرح مثلا. ثالث حاجه معانا هي كرات الدم الحمراء اللي هي الاريثروسايتس، ودي اللي بتحتوي على بروتين جميل جدا اسمه الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده بيكون غني جدا بعنصر الحديد. الحديد ده هو اللي بيدي للدم اللون الاحمر المميز بتاعه. الهيموجلوبين وظيفته ان هو بيشيل الاكسجين ياخده ويوصله لكل حته في الجسم، وبدون اكسجين الجسم ما يقدرش يكون طاقه فما يقدرش يشتغل، وده اللي احنا جايين نتكلم عنه النهاردة. قبل ما نعرف دور الحديد لازم نعرف يعني ايه أنيميا، ونعرف ايه الفرق ما بين أنواع الأنيميا، وكل ده مع عمرو بكر النهاردة من جوه الصيدلية. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. ولان اكيد دعمكم بيفرق، فكل دوسه على اي زرار سواء كانت لايك او انك تعمل شير لمحتوى الفيديو ده مع اي حد ممكن يستفيد منه، ده بيدعمنا جدا جدا جدا. هتلاقوا لينك لصفحه الفيسبوك والانستجرام علشان نبقى على تواصل دايما مع بعض ويوصل لكم كل جديد. شكرا ليكم من كل قلبي على دعمكم. عمرو ابو بكر. عشان الجسم ينتج ماده الهيموجلوبين بيحتاج عنصر الحديد كشيء اساسي، بالاضافه طبعا لعناصر تانية كمان، وكمان بنحتاج افراز هرمون من الكلى ضروري جدا لانتاج خلايا الدم اسمه الاريثروبويتين، اللي مسؤول عن انتاج خلايا الدم دي كلها هو نخاع العظم. ونخاع العظم دي ماده كده شبه السفنج بتكون موجوده جوه تجاويف العظم، خصوصا العظم الكبير. هنا في سؤال مهم جدا، اما بتروح للدكتور ويقول لك انك عندك انيميا، ده معناه ايه؟ للاسف الانيميا مش نوع واحد، لا دول تقريبا اكتر من 5 انواع، ويمكن في اكتر من كده كمان. خلونا ندي نبذة مختصرة عنهم، وازاي تعرف نوع الانيميا اللي عندك لو انت بتعاني من الانيميا او حد من العيلة عندك او عندك بيعانوا من الانيميا. اول واشهر نوع هو انيميا نقص الحديد، واللي احنا بنقول عليها اسمها iron deficiency انيميا، بيكون فيها كمية الهيموجلوبين قليلة جدا. نتيجة ايه؟ نتيجة نقص كبير جدا في نسبة الحديد اللي في الجسم. النوع التاني هو اسمه انيميا نقص الفيتامينز. وايه اهم فيتامينات بتكون نقصة؟ اللي هو بيكون فيه نقص كبير جدا في حمض الفوليك، وبيكون فيه نقص كمان في فيتامين B12، وهم ليهم دور كمان في انتاج كرات الدم الحمراء. ايه بنقول عليها؟ الماكروسايت والمايكروسايت. بتكون كرات الدم الحمراء يا اما صغيره يا اما كبيره. لما بتكون كبيره بتكون نقص فيتامين بي، بتكون صغيره بيكون نقص الحديد. النوع الثالث وهو فقر الدم المنجلي اللي هو سيكل سيل انيميا. في النوع ده بيحصل خلل في الهيموجلوبين وبيتغير شكل كرات الدم لحاجة كده شكل المنجل، وبالتالي ما بتكونش قادرة ان هي تعمل الوظيفة بتاعتها، وده بيخليها تموت بشكل اسرع بشكل كبير جدا، فبالتالي الجسم ما بيقدرش يقوم بوظائفه اللي المفروض يقوم بيها. رابع حاجة وهو بلاستيك انيميا، وده ليه علاقة بجهاز المناعة، ان جهاز المناعة في جسمك بيحصل فيه خلل ويبدأ يهاجم نخاع العظم اللي قلنا اللي هو مسؤول عن انتاج بلازما الدم، وبيأثر على انتاج طبعا كرات الدم الحمراء والبيضة، وبيأثر على انتاج الصفائح. خامس حاجة هي الانيميا الناتجة عن مرض في النخاع العظمي، زي الناس اللي بتعاني من اللوكيميا. النوع اللي احنا هنتكلم عنه بالتفصيل هو انيميا نقص الحديد. من اسم انيميا نقص الحديد، هو انيميا جايه عن طريق ان هو نسبه الحديد اللي موجود في الجسم نسبه قليله، فالهيموجلوبين مش بيتكون بشكل كبير. هو ايه الهيموجلوبين ده؟ سالت نفسك السؤال ده؟ طب خليني اجاوبك عليه. الهيموجلوبين زي ما احنا قلنا ده البروتين اللي موجود جوه كرات الدم الحمراء والمسؤول عن ان هو ينقل الاكسجين. الهيموجلوبين النسب الطبيعيه اللي المفروض تبقى موجوده في جسم الانسان هي من 12 ل 14 ملي جرام. اقل من كده بيكون الشخص عنده انيميا، وبيتصنف عنده انيميا لما بنعمل السي بي سي او الكومبليت بلاد بيكتشر اللي هو تحليل صوره الدم. عشان نفهم موضوع الحديد ده لانه بلعبك كده، خلينا نقول الحتتين دول. الحديد بيكون موجود بنسب كبيره جدا جدا فين؟ في الهيموجلوبين زي ما احنا قلنا، لكن الجسم ذكي جدا وبيكون عنده مخزون
حديد غير اللي موجود في الهيموجلوبين، بحيث ان احنا لما يقل من الهيموجلوبين يبدا يطلع لك المخزون ده. مخزون الحديد بيتخزن في مخزنه جوه بروتين بيسموه فيريتين، واكبر مخازن الحديد في الجسم هو الكبد والعضلات. علشان كده انت لو عايز تاخد مصدر حديد من اللحوم يقولك ايه، يا اما تاكل كبدة يا اما تاكل لحمة حمراء. لما بيخلص منسوب الحديد اللي هو موجود في الهيموجلوبين يبدأ الجسم ياخد من المخزن لحد ايه، لحد لما يخلص المخزون اللي عنده ده. علشان كده اوقات كتير جدا الدكتور بيقولك ايه، اعمل تحليل هيموجلوبين واعمل تحليل فيريتين، ولما نعالج مثلا نقص هيموجلوبين وبتاع ونعالج وندي حديد مثلا لمده 3 او 5 شهور مثلا، يقول لك لا، بعد ما تخلص والنسب توصل ل 12 او 14 انت لازم تكمل 3 ل 6 شهور عشان خاطر تملى الخزان اللي كان فاضي، الخزان اللي كان موجود في الكبد والعضلات. اظن احنا كده فهمنا يعني ايه الحديد اللي موجود في الهيموجلوبين، ويعني ايه الفيريتين، او ايه هو الفيريتين، ويعني ايه مخزون الحديد. اللعبكه دي بتخلي اعراض الانيميا بتختلف من نقص الحديد في المراحل الاولى اللي هو نقص الحديد من الهيموجلوبين، ونقص مخزون الحديد او نقص الفيريتين، واللي بيحصل في المراحل المتاخره. ايه اعراض الانيميا في المراحل الاولى؟ تعب، قله التركيز، مود مش ظابط، قلق وصعوبة في النوم، صداع ودوخة، شوية زغللة، تساقط في الشعر، ويحصل تكسر في الأظافر. ولو جينا ربطنا الكلام ده بدور الحديد هنلاقيه طبعا مطابق جدا، لأن الحديد كان داخل في كل الحاجات دي قلنا عليها من الأول. أما لما بيخلص مخزون الحديد في المراحل المتأخرة بتكون الأعراض شحوب في الجلد، الجلد لونه أصفر قوي، تعب طول الوقت، حاسس أنت مش قادر تتحرك، ألم في عضلات جسمك كلها، ضربات قلبك تبدأ تزيد، يبدأ يبقى عندك هبوط، ويبدأ ممكن تحس كده يغمى عليك، الجسم يدخلك في مود ان انت عندك ضغط دم واطي، وممكن تبدأ تتعالج على انك عندك ضغط دم واطي وانت في الاساس عندك انيميا نقص حديد. وده سبحان الله يعني لما تيجي تبص على الجسم وتركيبته ودور كل عنصر فيه تتعجب وتقول ربنا ما خلقت هذا باطلة، يعني كل حاجة ليها دور ودور محدد. تروح دلوقتي على علاج انيميا نقص الحديد. من اسمها كده بيكون العلاج على ان احنا نزود الحديد، سواء هنزود الحديد العادي او هنزود المخزون، وسواء كنا هناخده من بره سواء اكل او هناخده حبوب. لو جينا نتكلم عن الاكل، زي ما فهمنا من اللي فات لو كنت مركز معايا شوية، الحديد موجود بكمية كويسة جدا في الكبدة وفي اللحمة الحمراء، وموجود برضو في لحم الاسماك، يعني الناس اللي بتاكل سمك موجود فيها حديد بكميات كبيرة جدا، اللي بنقول عليه ده الهيم ايرن، لانه هو الحديد اللي موجود هناك قريب قوي من الحديد اللي الجسم بيستخدمه، فبيكون امتصاصه عالي جدا وبيدي تاثير سريع جدا. لكن في حاجه تانية اللي هو، طب واحد يقول لك والله لا انا ما بحبش الكبده ولا اللحمه ولا السمك، انا خليني اخده من النباتات، واللي هو النباتات دي اللي هو احنا بنسميها نون هيم ايرن، شكله مش شبه الحديد اللي في الجسم. وخلينا نعرف نسب الحديد اللي موجوده في الكبده مثلا بتعادل مثلا 4 أو 5 اضعاف اللي موجوده في السبانخ، ونسبه امتصاص الحديد اللي موجوده في الكبده اعلى من اللي موجوده في السبانخ بنسبه 25 ل 30%. علشان كده لو عندك نقص حديد مش هينفع ناخده من المصدر النباتي، عشان كده الناس الفيجيتيريان او الناس اللي ما بتاكلش لحوم في اغلب الاوقات بيعانوا من انيميا نقص الحديد. لكن برضو لو جينا نتكلم على النباتات او الحاجات اللي موجودة فيها حديد بنسب معقولة، زي ما احنا قلنا فول الصويا، الفاصوليا السوداء، السبانخ، زي ما احنا قلنا برضو الكميات هتكون قليلة، وكمان امتصاصهم هيكون قليل بنسبة 30% عن اللي موجود في الكبد، فمن ناحيتين مش هيعلي لي نسب الحديد بشكل كبير زي ما احنا هنشوف كمان شوية. علشان كده بيكون الحل الامثل للناس اللي عندهم انيميا نقص حديد انك تروح تاخد حديد من الصيدلية، ان هي بتأثر على كل الجسم، وكل يوم بيعدي وانت عندك او انت عندك انيميا نقص حديد جسمك بيتأثر وبيكون خطر جدا على الجسم. في حاجات في الصيدلية هتلاقي سعرها رخيص جدا، كالعادة في حاجات هتلاقي سعرها غالي جدا. ويبقى السؤال هنا، هو ليه في حاجات غالية وفي حاجات رخيصة؟ لازم نجاوب على السؤال ده، ممكن نجاوب عليه دلوقتي وممكن نجاوب عليه في الحلقة اللي جاية، خليكم معنا.